موجز ظاهره كنقدموا لكم من شوف تي في، اهلا بكم. قال الوزير المنتدب لدى وزير شؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني بواشنطن إن المغرب والولايات المتحدة كتحدهم إرادة مشتركة قوية لإعطاء دفعة جديدة لعلاقتهم الثنائية المتعددة الأبعاد في إطار الحوار الاستراتيجي لكربط البلدين. وأكد العمراني في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع نائبة كاتب الدولة الأمريكي في شؤون سياسية ويندي شيرمان أن الرباط وواشنطن انخرطوا في حوار استراتيجي بين البلدين ويشكل هما في صالح هذه الشراكة المتميزة. أكد مشاركون في ندوة علمية حول موضوع دور المرأة المحامية في تعزيز ثقافة المساواة أمس بمراكش أن المرأة المحامية وعلى غير الرجل كتطلع بدور كبير في ترسيخ الثقافة الحقوقية وقيم المساواة. وأضافوا في هذه الندوة أن هذا الدور جعل المرأة المحامية كتحظى بالثقة والتقدير والاحترام من قبل الجميع وأهلها إلى تحمل المسؤولية، متمنين في هذا الصدد الجهود الكبيرة اللي كتبذلها المرأة في ميدان المحاماة إلى جانب المكاسب اللي حققتها المرأة المغربية. استقبل وسيط المملكة عبد العزيز بن زاكور بالرباط ألان غول مبعوث من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف للإطلاع على تجربة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمغرب كآلية للتنسيق بين القطاعات المعنية فيما يتعلق بالالتزامات المملكة ذات صلة بحقوق الإنسان. وأوضح بلاغ لمؤسسة الوسيط أن هذا اللقاء كان فرصة للحديث عن المسار التاريخي وبواعث إحداث مؤسسة الوسيط بما يميز ذلك من ملائمة مع المعايير الدولية ومن دسترت المؤسسة. ثقافيا كتنظم جمعية كومي دراما للمسرح والثقافة ما بين 12 و17 مايو المقبلة دورة سادسة للمهرجان الدولي المسرحي لمدينة وجدة تحت شعار المسرح في خدمة التنمية البشرية. وذكرت الجهة المنظمة أنها التظاهرة الفنية غادي تعرف مشاركة فرق مسرحية دولية مختلفة من كل من فرنسا إيطاليا ألمانيا بلجيكا بالإضافة إلى المغرب، وكيتضمن برنامج المهرجان تقديم عدة عروض مسرحية بالإضافة إلى ورشات تكوينية. في الخبر الرياضي حددت لجنة البرمجة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم 8 مايو القادم موعد لمباراة وداد فاس ضد وداد البيضاوي المؤجلة عن الدورة 25 من البطولة الاحترافية بالمركب الكبير بفاس. أما مباراة الفتح الرباطي ضد الدفاع الحسني الجديدي فغادي تجرى يوم 2 القادمة، في حين تمت برمجة لقاء الجيش الملكي ضد وداد فاس يوم 3 المقبل بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. نهاية الموجز، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.